في أول إفصاح رسمي عن عدد القتلى العسكريين منذ شهور وبعد أيام من تصريحات لوزارة الدفاع الروسية تتحدث عن مقتل أكثر من 150 ألف جندي أوكراني أقر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمقتل 31 ألف جندي أوكراني خلال الحرب الروسية المستمرة منذ عامين زيلينسكي أضاف خلال مؤتمر صحفي أنه لا يستطيع الكشف عن عدد الجرحى في الحرب مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يدعم عمليات التخطيط العسكرية الروسية الرئيس الاوكراني اشار الى ان كييف اعدت خطه وصفها بالواضحه لهجوم مضاد جديد على القوات الروسيه دون ذكر مزيد من التفاصيل، موضحا أن, ان بلاده بحاجه الى اعداد قوات الاحتياط بشكل افضل. ميدانيا قالت وزاره الدفاع الروسيه ان قواتها صدت هجمات اوكرانيه مضاده في منطقه دونيتسك شرقي اوكرانيا وتمركزت في مواقع افضل بالقرب من بلده افدييفكا التي سيطرت عليها روسيا في وقت سابق من هذا الشهر. الوزاره اضافت ان القوات الروسيه صدت سبع هجمات في المنطقه موضحه انه تم تدمير سبع وسبعين طائره مسيره اوكرانيه وتتزامن هذه المعارك الميدانيه مع تلميحات اوكرانيه وغربيه لدعوه روسيا لحضور قمه سلام لبحث انهاء الهجوم الروسي مدير مكتب الرئيس الاوكراني اندري يرماك قال خلال مؤتمر بثه التلفزيون في كييف ان سويسرا ستستضيف قمه لمناقشه رؤيه السلام التي طرحها الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي والتي يمكن تسليمها لروسيا في وقت لاحق وكان الرئيس الأوكراني قد طرح صيغة السلام للمرة الأولى في قمة مجموعة العشرين في تشرين الثاني نوفمبر عام 2022 وتدعو لاستعادة وحدة أراضي أوكرانيا والانسحاب الكامل للقوات الروسية ورفضت كييف سابقا إجراء أي حوار مع موسكو إلا بعد رحيل القوات الروسية فيما اعتبر الكرملين أنه لا يوجد أساس لمحادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا وإن خطة الأخيرة غير منطقية لأنها تستبعد روسيا